حبيباتي سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بواحد الوصفه، هي اكله تقليديه مغربيه ولكن طريقه امي عائشه الله يرحمها ووسع على امي يا ربي الله يرحمها. شوفوا كنتمنى غير تجربوها وتدعيو معاها، تدعيو معاها شي حاجه اللي زوينه 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 بزاف قسما بالله. وما تنساوش تدعيو مع امي وما تنساوش تجربوها لانها زوينه واو واو واو. مهم انتما معانا وتشوفوا كي دايره وتشوفوا شنو كنديروا فيها، شي حاجه اللي مغيره. دابا ندوزو المقادير ديال التقليه ديال امي عائشه الله يرحمها ووسع عليها. عندنا اول شيء هانتوما كتشوفوا الكرشه، عندنا شويه ديال الضرع، وعندنا لحم الراس هذاك اللي كيتلصق. شفتوا لحم الراس اللي كيتلصق كيطيب كيتلصق. وهنا هذا هو السر ديال التقليه ديال ام عائشه الله يرحمها. كناخذوا من عند الجزار اللي كناخذوا من عنده التقليه، كناخذوا من عنده اللحم الاحمر ديال تحت اللي كيكون تحت الكبده واللي كيكون فوق الدياله، وراه كيعطيكم واحد شويه ديال الشحمه ضروري فيها. هذا هو السر ديال التقليه ديال ام عائشه، كديرش غير الكرشه بوحدها. وحاجه ما كنديروش، ما كديرش الريه ما كنديروهاش. دابا ندوزو للمقادير. عندنا بصله مقطعه صغيره، بصله مقطعه صغيره، مطيشه وحده محكوكه، عندنا شويه ديال الثومه حق تقلي كتبغي الثومه، عندنا شويه ديال الحامض المصير، عندنا الزيتون، عندنا واحد المعلقه معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، وعندنا شويه كندير فيها شويه السمن. امي الله يرحمها كدير فيها شويه، كانت كدير فيها شويه ديال السمن والزيت مخلطه، الزيت الروميه مع الزيت البلديه، ما كنكثروش حيت كتكون يعني درجه من الدمع، قزبر ومعدنوس وشويه ديال الهريسه والعطريه كما العاده، معلقه ما عامراش، معلقه صغيره ما عامراش، قزبر ضروري كيكون شويه هو اللي كنزيد الكميه ديالو كتكون اكثر من العطريه الاخرى، فيه شويه ديال قعقله، خرقوم عرق، بزار، تحميره، كمون ضروري الكمون، تقليه بلا كمون يعني صافي با ما دايزاش، سكنجبير، ورقة سيدنا موسى ضروري حنا عندنا في الطياب، وطبيعة الحال ملون. هذه هي عطريتنا، وهذه مهم المرحله الجايه ان شاء الله راكم معنا. دابا نحطو المقادير ديالنا. كوكوطنا، ها هي، ها الكرشة، ها اللحم الحمر ياك، ها البصلة، ها المطيشة، تومة، تومة قلنا كنكترو، قزبر ومعدنوس، كنديرو كلشي بدقة وحدة. عطريتنا ها هي كلها، مطيشة الحك هاتي شوية ديال السمن، الزيت بطبيعة الحال، تنساو شوية الهريسة. الهريسه ندير واحد شويه ديال الهريسه ها هي درناها وكرويها الحامض المصير. الحامض المصير كنديرو نلوحو شي جوج طريفات والشي لاخر كنخليو مع الزيتون. الزيتون حنا كنديرو حتى لاخر، حتى كطيب حتى كتبقى تشرب واحد شويه غدير فيها الزيتون. ودابا غادي نروي، انا كنروي في الاول كنشعل، ما هي ما كتبغيش تقلى ولا شي حاجه، كنروي عليها صافي وكنسدو عليها وكنخليوها طيب. حنا التقليه ما كنطلقوهاش حيت كناخذو من عند الجزار، كنعرفو كيجيبها نقيه وصغيره، عارفين كيجيب تقليه صغيره هي لا شكيتو فيها القيه لا شكيتو فيها كان شويه ما يسخاو هكايا
كنسلقوها واحد 5 دقائق صافي. الا كانت نقيه ماشي مشكل، المهم كتسدو عليها وهي على حسب التقليه اللي خديتوها، كانت كبيره ما كتشد الطياب، كانت صغيره ما كتشدش الطياب. ايوا هانتوما معانا غزالاتي، ها هي التقليه بعد ما زدنا ليها الحامض والزيتون. نسيت قبيله ما قلتش لكم الملح، عندكم تسوي الملح انا راه ما ناسياهاش. ها هي يا على حقها وطريقها وزوينه ما نشهيكمش فيها قسم بالله، غير جربوها جربوها فن فن فن. وما تنساوش تدعمونا بلايك وتعليق وتابوناو وفعلوا الجرس، الله يحفظكم. ها هي وصحتكم.